أسعد الله مساءكم. التصعيد متدرج على جبهة الجنوب التي شهدت ساعات حامية في اليوم الخامس لطوفان الأقصى، حيث سجل هذا المساء دوي صفارات الإنذار في شمال إسرائيل نتيجة خرق جوي من لبنان بحسب ما ادعت إسرائيل التي تتخبط إعلاميا بأخبار عديدة. وكانت اعتداءات العدو الإسرائيلي الصباحية على القرى والبلدات الحدودية في القطاع الغربي أدت إلى إصابة 3 أشخاص في مروحين وإصابة نحو 10 منازل إصابات مباشرة، وسجل قصف مدفعي إسرائيلي في محيط الظهيرة وقصف مروحي على محيط بلدة مروحين ويارين بقذائف شيطارية وفوسفورية. وقد تبنى حزب الله في بيان القصف باستهداف موقع الجرداح الإسرائيلي في إطار رد حازم على الاعتداءات. واللافت كلام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقوله عن إرسال حاملة الطائرات الأمريكية، هل سيقصفون لبنان أم لإخافة شخص ما؟ هناك أشخاص لم يعودوا خائفين كما قال بوتين. وفي إطار ما يحصل جنوبا، فقد طمأن وزير الطاقة وليد فياض إلى أن الحفر الاستكشافي في البلوك رقم 9 البحري لم يتوقف. أما في فلسطين الجرح النازف، فجنون العدو الإسرائيلي صاخب بعدما دك عددا كبيرا من المباني السكنية والمساجد والمستشفيات، ما رفع عدد الشهداء إلى أكثر من 1000 والجرحى إلى أكثر من 5000. وأظهرت صور جوية مشاهد مرعبة من الدمار المخيف الذي لحق بغزة على وقع دعوات عربية ودولية لفتح ممرات آمنة لوصول الغذاء والدواء إلى القطاع المحاصر بشكل تام وتحت العتمة المخيفة. الأوضاع بداية في الجنوب تستعرضها مندوبتنا زينب ياسين مباشرة. زينب مساء الخير. زينب أنت معنا مباشرة على الهواء. نعم بيير، مساء الخير لك وللمشاهدين. في الحقيقة بدأ التوتر يسيطر على المنطقة هنا في أمام مستعمرة المطلة. عند حوالي الساعة 6:10 مساء سمعنا صوت شبيه بضربة مدفعية قريبة، بعدها بلحظات سمعنا صوت مشابه آخر، صوت مشابه لهذه الضربة، وتصاعد للغبار من أمامنا من داخل المستوطنة. تلا هذه الأصوات ذوي متقطع لصافرات الإنذار من داخل المستعمرة خلفنا مباشرة. وقتها بدأت وسائل الإعلام التابعة للعدو الإسرائيلي بالحديث عن اشتباه بتسلل نحو 15-20 مسيرة شراعية تسللت من لبنان إلى الداخل المحتل، وزعموا بأن هذه المسيرات الشراعية هدفها منطقة ديمونة وهي منطقة في عمق الكيان المحتل. كل هذه مزاعم لوسائل إعلام عبرية، لم يتم تأكيد أو نفي هذه المعلومات من أي جهة لبنانية رسمية. عند الساعة 6:45 رمى العدو الإسرائيلي قنابل مضيئة باتجاه الوزاني، يتم الآن حسب ما قيل لي برمي، لا أدري إن كنا نستطيع أن نراها بعدسة الزميل عماد حمودي، يتم الآن رمي قنابل مضيئة خلفنا من موقع العباد. ومنذ ذلك الوقت ونحن نسمع أصوات إطلاق رصاص بدأ خفيفا واشتد منذ بعض الوقت. جرى الحديث منذ قليل عن أن العدو أطلق النار على مسيرة لشباب كانوا يعبرون من الجانب المطل على موقع العباد على المدرجات النارية. لازلنا ننتظر البيان الرسمي من الجهات المعنية لتأكيد هذه المعلومات أو نفيها. كل الذي أستطيع أن أؤكده الآن بأن الهدوء الذي كان يسيطر على هذه المنطقة منذ 5 أيام وحتى اللحظة اختفى تماما. لا ندري إلى ما ستؤول إليه الأمور، ننتظر بيانات الجهات الأمنية الرسمية ونوافيكم بكل جديد. بيير، شكرا لك. ونتابع هذه النشرة. الجنوب على صفيح ساخن والاحتمالات مفتوحة على التصعيد ربطا بأحداث غزة.
تطورات ميدانية متسارعة جنوبا في إطار عملية التسخين على الحدود مع فلسطين المحتلة ربطا بالعدوان الإسرائيلي الجوي على قطاع غزة تمهيدا للغزو البري. وفي هذا الإطار أعلن الإعلام الحربي في حزب الله أنه في رد حازم على الاعتداءات الصهيونية يوم الاثنين في 9 من الشهر الجاري والتي أدت إلى استشهاد عدد من الأخوة، قام مقاتلو المقاومة الإسلامية صباح اليوم باستهداف موقع الجرداح الصهيوني مقابل منطقة الظهيرة بالصواريخ الموجهة، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الإصابات المؤكدة في صفوف قوات الاحتلال بين قتيل وجريح. وأكد حزب الله في بيان أنه لم يفاجأ على الإطلاق بالمواقف السياسية والإجراءات الميدانية التي اتخذتها الإدارة الأمريكية، لا سيما تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة في الوقوف السافر وإعلان الدعم المفتوح لآلة القتل والعدوان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني. فهذا هو الجوهر الحقيقي للسياسة الأمريكية الكاملة في دعمها المتواصل للعدوان والإرهاب منذ نشأة هذا الكيان الغاصب المحتل، واعتبر أن الولايات المتحدة شريك كامل في العدوان الصهيوني وتتحمل المسؤولية التامة عن القتل والإجرام والحصار وتدمير المنازل والبيوت والمجازر المروعة بحق المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ. وشدد البيان على أن إرسال حاملات الطائرات إلى المنطقة بهدف رفع معنويات العدو وجنوده المحبطين لن يخيف فصائل المقاومة المستعدة للمواجهة حتى تحقيق النصر. وسائل أعلام إسرائيلية أشارت إلى أن بيان حزب الله عن الاستهداف هو ارتقاء تدريجي واضح للأحداث في الشمال. الجيش الإسرائيلي ادعى في تعليق على الأحداث في منطقة الظهيرة أن طائراته أغارت على أهداف لحزب الله في لبنان وأن مدفعيته ردت على مصدر النيران في منطقة الظهيرة. وتسبب القصف الإسرائيلي على القرى والبلدات الحدودية بأضرار كبيرة في الممتلكات والحقول الزراعية، حيث أصيب 3 أشخاص بجروح في بلدة مروحين بالإضافة إلى إصابة نحو 10 منازل إصابات مباشرة. كما تم استهداف الخزان الرئيسي الذي يغذي بلدة ياريم بالمياه فضلا عن الحرائق في خراج بلدتي الظهيرة ومروحين. قيادة الجيش أعلنت أنه بعد عملية مسح وتفتيش للمناطق الحدودية عثرت وحدة من الجيش في سهل القليلة على المنصة التي أطلق منها عدد من الصواريخ يوم أمس، وكانت تحمل صاروخا عملت الوحدة المختصة على تفكيكه. الناطق باسم قوات حفظ السلام الدولية العاملة في لبنان أندريا تننتي وصف الوضع جنوبا بالمتقلب، مشيرا إلى الاتصالات التي تجريها قيادة اليونيفيل لخفض التصعيد مع الطرفين اللبناني والإسرائيلي، مؤكدا جهوزية جنود اليونيفيل لأي مرحلة تشهد تصعيدا. وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض قال لرويترز إن الحفر الاستكشافي في البلوك رقم 9 البحري لم يتوقف رغم الاشتباكات المستمرة منذ أيام على الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل، وأضاف من مصلحة الجميع الاستمرار ما دامت هناك مؤشرات استقرار، وأشار إلى أنه والكونسورتيوم لم يناقشوا بعض خطط الطوارئ التي من الممكن تطبيقها في حال اندلاع صراع أوسع النطاق والتي تشمل إجلاء العاملين على متن المنصة. في اليوم الخامس لطوفان الأقصى، حاملة الطائرات الأمريكية USS جيرالد فورد تصل إلى شرق المتوسط والصواريخ طالت مطار بن غوريون. في اليوم الخامس لعملية طوفان الأقصى وصلت حاملة الطائرات الأمريكية USS جيرالد فورد إلى منطقة شرق المتوسط، وذلك في إطار الدعم الأمريكي لإسرائيل. وفي هذا الوقت أعلنت حركة الجهاد عن تنفيذ ضربات صاروخية مكثفة تجاه تل أبيب وأسدود وعسقلان وبلدات غلاف غزة. واليوم أعلن عن توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع بعد نفاذ الوقود التي بات وجودها معدوما في القطاع. وإلى الشق الصحي، حيث أكد متحدث باسم وزارة
وزارة الصحة في غزة أن الأجهزة الطبية في الرعاية المركزة وأجهزة غسيل الكلى معرضة للتوقف بشكل كامل. وفي المقابل لفتت دعوات أحرنوت إلى أن مسؤولين في مستشفيات إسرائيلية حذروا من إمكانية إعدام جرحى من حماس يعالجون في إسرائيل. وكان المتحدث الرسمي باسم منظمة الصحة العالمية قد قال إن موظفين يبلغوننا بقتل العاملين في المجال الإنساني في غزة. وإلى المجال الجوي، حيث أفادت هيئة البث الإسرائيلية عن تعليق الرحلات المغادرة من مطار بن غوريون بعد قصف استهدف المنطقة بعد الظهر. وفي هذا الوقت لفتت رئيسة الحكومة الفرنسية إلى أن 10 فرنسيين قتلوا في هجوم حماس على إسرائيل و18 مفقود ومن بينهم أطفال ربما اختطفوا. ومساء اليوم أعلن عن استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية. في هذا الوقت بدأ اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء خارجية العرب في دورة غير عادية لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة. وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أن الوزير أنتوني بلينكين سيزور إسرائيل والأردن في الفترة من 11 إلى 13 من تشرين الأول الحالي، حيث سيجتمع مع كبار المسؤولين. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماسيو ميلر إن إطلاق المحتجزين الأمريكيين أولوية لواشنطن وعنوان زيارة بلينكين إلى المنطقة، مشيرا إلى أننا طلبنا ممن لهم علاقة بحماس إبلاغها رسالة واضحة بإطلاق سراح الرهائن. العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة مستمرة وسط ردود فعل دولية متفاوتة ودعوات لوقف الصراع. في اليوم الخامس لعملية طوفان الأقصى، وفي ظل إمعان الاحتلال الإسرائيلي في إجرامه ضد قطاع غزة كوسيلة لرد اعتباره، إضافة إلى قراره بقطع الكهرباء والغذاء والماء عن سكان القطاع، تفاوتت ردود الفعل الدولية بين مناصرين للقضية الفلسطينية وبين داعم للاحتلال الإسرائيلي وبين من يمتهن لغة اللاموقف. فالعاهل الأردني عبد الله الثاني بن الحسين أكد أن منطقتنا لن تنعم بالأمن والاستقرار دون سلام شامل وعادل على أساس حل الدولتين، مشيرا إلى أن الأردن لن تحيد عن الدفاع عن قضية الشعب الفلسطيني العادلة حتى يستعيد حقوقه كاملة. من جهته أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن استيائه بقطع السلطات في إسرائيل الكهرباء والماء والطعام عن قطاع غزة، معتبرا أنها ليست حربا بل هي مجزرة وإعدام، مشددا أنه ضد استهداف المدنيين من أي طرف من الطرفين. من جانبه أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن أمريكا تفاقم التوترات في المنطقة بنشر قواتها البحرية، مؤكدا أن روسيا تدعم إقامة دولة فلسطينية. الكرملين أعلن أن الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين أكثر من مثير للقلق وقد يتفاقم ويمتد خارج المنطقة. هذا ونظمت مسيرة حاشدة في العاصمة اليابانية طوكيو دعما للشعب الفلسطيني واستنكارا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وحمل المشاركون لافتات تضامنية مع غزة مطالبة الاحتلال الإسرائيلي بالتوقف عن جرائمه بحق فلسطين عموما وأهالي غزة خصوصا. أما في العاصمة الكورية الجنوبية خرجت تظاهرات حاشدة تضامنا مع قطاع غزة وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي. نشير إلى أن البيت الأبيض قد لفت منذ بعض الوقت إلى أن التطورات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية مثيرة للقلق، فيما أكدت السفارة الأمريكية في بيروت أنه لم يتم إخلاء سفارة الولايات المتحدة في بيروت وهي مفتوحة وتعمل بشكل طبيعي، والتقارير التي تقول خلاف ذلك هي تقارير كاذبة. أما الخارجية الفرنسية فشددت على أن الأنباء الواردة من الحدود اللبنانية الإسرائيلية هي أنباء مقلقة. كيف يتحضر اللبنانيون إلى احتمال حصول حرب لديهم؟ التقرير لساريا زخية. واللبناني معول على يعني متأقلم مع الظروف. في ظل تفاقم الأوضاع الأمنية والأزمة الاقتصادية، جالت كاميرا تلفزيون لبنان في الشوارع للاستطلاع عما إذا كان الأفراد يتخذون إجراءات احترازية بشأن المأكولات. جمع أكل؟ لا. لا، الأكل قولي بلبنان موفر كتير لأنه صار كل شيء غالي ومع الدعم. يعني ساعة بدك تنزل تجيب أكل،
كون معك مصاري بس بيمشي الحال. لا اكيد بدنا نخزن الاكل وفي بيوت مخزنه من زمان يعني. اكيد لا، نحن معودين، الشعب معود. لا انا ما بدي اخزن الاكل لانه الانسان اذا مات بيرتاح. اكيد اكيد بخاف. طبعا طبعا لازم. لا والله ما مخزن. اما فيما يتعلق بالادويه بدنا نخزن دواء لانه نحن اذا ما اخذنا الدواء بنموت. لشو اساسا في دواء لخزن دواء؟ دواء ايه بدون ما يكون في حرب عم يخزن دواء. دواء فيه بجمع دواء اهم من الاكل، ما بهمنا الاكل. ادوية اكيد، الدواء بده يتعمل قبل كل شيء، قبل الاكل وقبل الشرب. وما هي المده الزمنيه التي يتم التخزين لها؟ لفتره جمعه جمعتين مش اكثر، بعدين الله بعيد. 20 يوم شهر مش اكثر، يعني ماكسيمو 10 ايام 15 يوم. يعني ابو شهر شهرين ثلاثه، اكثر من هيك ما فيك تضبي دواء. صحيح أن التخزين المسبق يمكن أن يساعد في التعامل مع الظروف الصعبة بشكل أفضل، خاصة لناحية الدواء، لكن على كل منا يتحلى بالهدوء ما لم تقرع الدولة اللبنانية صفارة الخطر. ساريا زخيا، محمد رحمة، تلفزيون لبنان. صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه أنه خلال الأسبوع الحالي وبتواريخ مختلفة تمكنت وحدات من الجيش في إطار متابعتها لمهمات مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي من إحباط محاولة تسلل نحو 1500 سوري عبر الحدود اللبنانية السورية، وتحذر القيادة المواطنين من مغبة المشاركة في أعمال التهريب لكونها تعرضهم للملاحقة القانونية، كما تؤكد أنها سوف تتشدد في إجراءاتها لتوقيف المتورطين وتسليمهم إلى المراجع المختصة. في السراي الحكومي استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سفير اليابان، كما استقبل سفير الدنمارك، واجتمع رئيس الحكومة مع النائب أحمد الخير، ومن ثم التقى النائب إلي خوري. التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله أبو حبيب نظيره السوري فيصل المقداد على هامش مشاركتهما في الاجتماع الوزاري العربي في دورته غير العادية في القاهرة لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، واتفق الوزيران على تحديد موعد زيارة الوزير أبو حبيب على رأس وفد إلى دمشق في 23 تشرين الأول الجاري لبحث النزوح السوري. استقبل الرئيس العماد ميشيل عون في دارته في الرابية السفير الفرنسي الجديد لدى لبنان إيرفي ماجرو، وجرى عرض للأوضاع العامة خصوصا الوضع المستجد في غزة وانعكاساته على كل المنطقة والنزوح السوري وتداعياته على لبنان. وفي مجلس النواب جلسة للجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية خصصت لمناقشة مهام الملحقين الاقتصاديين ودورهم في تحقيق مصالح لبنان الاقتصادية. اليوم الكل بيعرف انه تم الغاء عقود الملحقين الاقتصاديين، ونحن بامس حاجه انه يكون عندنا ملحقين اقتصاديين موجودين بسفاراتنا ليساعدوا ويسهلوا فتح اسواق لصادراتنا ولتامين فرص عمل للناس ولتسويق لبنان بالصناعه والزراعه والصحه والسياحه وما الى ذلك. للأسف اتخذ القرار وعطوا مهلة لأنه يتركوا عملهم ويتوقف البرنامج بالتالي بأواخر هالسنة هاي. المفتي دريان استقبل رئيس حركة التغيير إلي محفوظ، وتشديد على عدم إقحام لبنان في النزاعات. استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى وفد الجبهة السيادية من أجل لبنان، حيث تحدث رئيس حزب حركة التغيير المحامي إلي محفوظ الذي أكد أن لا أجندات اليوم تعلو على أولويات لبنان، والأجندة اللبنانية هي التكاملية المسيحية الإسلامية في مواجهة العواصف التي تضرب المنطقة، وشدد على أنه رفضنا ونرفض إقحام أي مكونات غير لبنانية في الملفات اللبنانية، ونرفض إقحام أي مكونات غير عربية على ملفات عربية. جنوب لبنان هو للبنان، جنوب لبنان هو للبنانيين وليس منصة أو ساحة لاستعمالها بأي حسابات صاروخية أو أن تكون ممر أو معبر لإحداث تجاوزات لإطار الدولة، وإلا منكون عم نعرض الطائف للخطر، ومنكون عم نعرض القرارات الدولية ذات الصلة بخطر، وهذا الأمر في حال لا سمح الله حصل سيدخل لبنان بدائرة الخطر الشديد. المفتي دريان كان استقبل اليوم ممثل السيد السيستاني في لبنان عامد الخفاف، وتم التداول في الشؤون الإسلامية، ومن زوار دار الفتوى النائب السابق زياد القاردري، وعرض معه الأوضاع العامة.
النشرة مستمرة بعد هذا الفاصل. أهلا بكم. اتحاد المذيعين في المصارف رأى النور في مؤتمر صحفي عقد في المتحف. خلال مؤتمر صحفي عقد في فندق سمول فيل في المتحف، أطلق اتحاد المذيعين في مصارف لبنان بحضور النائب الياس جرادي ومذيعين وممثليهم من تجمعات ومحامين. وافتتح المؤتمر بكلمة لرئيس الاتحاد المحامي حنا البيطار، حيث أشار فيها إلى أن المنظومة السياسية المصرفية التي نواجهها فاسدة ومتغلغلة في كل القطاعات العامة والخاصة. إن مواجهتنا لهذه المنظومة المجرمة القوية المتماسكة لا يمكن أن تصل إلى النهايات التي نريدها إذا بقيت مجموعاتنا منقسمة أو متباعدة. من هنا أتت فكرة اتحاد المودعين في المصارف اللبنانية. هدفنا واحد، وهو استرجاع حقوق المودعين، أموال المودعين، عرق المودعين، تعب المودعين، دم المودعين. إن المصارف غير مفلسة. في حزيران 2019 كانت أموال المودعين في المصارف اللبنانية توازي 193 مليار دولار. أين هي هذه الأموال؟ وتساءل البيطار، أين ذهبت الأرباح التي حققتها المصارف والتي تقدر ب 120 مليار دولار على مدى 30 عاما؟ سلام. في مؤتمر البعثة الاقتصادية للمنظمة الدولية للفرنكوفونية يقول: نقترح إنشاء صندوق استثمار فرنكوفوني لتمويل المشاريع المشتركة. انطلقت فعاليات مؤتمر البعثة الاقتصادية والتجارية للمنظمة الدولية للفرنكوفونية برعاية وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، وبحضور أكثر من 100 مشارك من كل أنحاء العالم، وخصوصا من الدول الفرنكوفونية الذين حضروا إلى لبنان كجزء من البعثة الاقتصادية والتجارية الثالثة للفرنكوفونية التي تم تنظيمها بالتعاون مع الحكومة اللبنانية. كارولين سائلاغ مديرة المنظمة الدولية للفرنكوفونية شددت على التعاون الممتاز الذي أبدته السلطات اللبنانية في نجاح هذه المهمة، وأشارت إلى أن لبنان يمر بوضع اقتصادي صعب، لذا فالمنظمة الدولية للفرنكوفونية جاهزة للدعم. أما الوزير سلام فتحدث عن الأدوار التي لعبتها المنظمة الدولية للفرنكوفونية على الصعيدين الاقتصادي والثقافي، كما حدد المحاور التي يود التركيز عليها. متابعة رؤية الفرنكوفونية الرقمية لما تحمله من أهداف سامية على صعيد تعزيز الديمقراطية والتطور في العالم، تشجيع الاستثمارات وتسهيل تدفق رؤوس الأموال بين الدول الفرنكوفونية في المنطقة. يمكن للبنان أن يكون بوابة الاستثمارات الفرنكوفونية في المنطقة تحديدا في الشرق، إطلاق مبادرات ثقافية وفنية مشتركة خاصة موجهة نحو الشباب، كما هما أداتان فعالتان للحض على الحوار والانفتاح بين الثقافات المختلفة، تيسير التنقل بين الدول الفرنكوفونية عبر تبسيط إجراءات السفر، تبسيط إجراءات منح التأشيرات للمسافرين من هذه الدول سواء كانوا طلابا أو أكاديميين أو سياح أو رجال ونساء أعمال، إنشاء منصة إلكترونية لتبادل المعلومات والخبرات بين رجال وسيدات الأعمال في المنطقة الفرنكوفونية، فالإنترنت هو أداة قوية لتسهيل التواصل والتعاون. وختم سلام باقتراح تطوير المنصة الإلكترونية التي أنشئت لهذا الحدث لتصبح منصة دائمة تربط بين سيدات ورجال الأعمال والشركات في دول الفضاء الفرنكوفوني.
احتفالية مميزة بيوم المحامي ويوم الثقافة وكلمات شددت على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهل الدستورية. في حدث لم يسبق له مثيل أحيت نقابة المحامين في بيروت يوم المحامي ويوم الثقافة، حيث كانت هناك عدة كلمات أكدت على مبادئ وثوابت النقابة، كما دعت إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية. فنقابة المحامين تجمع ولا تفرق، وسوف تبقى السياسة والطائفية خارج أبوابها، فهم متكاتفون متضامنون يساعدون بعضهم بعضا أو بعضهم بعضا في ظل هذه الظروف الصعبة. أيها الزميلات والزملاء، في عيدكم أدعوكم للصمود والنضال وعدم الاستسلام، فالبلد يمر بظروف صعبة، استنشاق، عدم مسؤولية، نهب وسرقة، إضرابات واعتكافات غير مبررة، إلا أن أم النقابات كانت وستبقى صمام الأمان والصوت المدوي المطالب بالحق والحرية والشفافية. في عيدكم نؤكد على مبادئ وثوابت لا نحيد عنها، ندعو إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وأن نعمل دائبين على الوحدة والتعاضد من أجل حماية مكامن قوتنا وسيادتنا على برنا وجونا وبحرنا وثرواتنا، وأول الطريق إلى ذلك استرجاع انتظام الحياة الدستورية بانتخاب رئيس للسدة الأولى يجمع ولا يفرق، يطمئن ولا ينصاع، يقف ولا يخضع، يحمي الثقة ويحافظ على الدستور. وأقصر طريق إلى هذه الغاية الحوار الداخلي الإيجابي. وتخلل الاحتفال فاصل موسيقي وأغاني وطنية وقصائد. ختام النشرة، إلى اللقاء.